المزيد معنا من رام الله اللاجئ محمد صفران أبو خالد المعروف بأبو خالد، وهو مهجر من قرية لفتة من مدينة القدس المحتلة، ومعه مفتاح المنزل وكوشان البيت. أبو خالد أهلا وسهلا فيك، يوم حزين ربما، ولكن في نفس الوقت كما تشاهد الغضب الفلسطيني في الشوارع موجود، أنت متواجد معنا على الهواء مباشرة ومفتاح البيت لا زال معك، ماذا تقول في ذلك؟ ما هي ذكرياتك لهذا المفتاح؟ والله يا أختي ذكرياتي في سنة 1948، في سنة 47، في 27 كانون ثاني سنة 47 اليهود نشبت معركة في لفتة في رميمة والقطمون وباب الخليل وقلعة القسطل وباب الواد، وكان المتضرر أهل لفتة منها كثير، كانوا يضربوا أهل لفتة هاجموهم، بعدين هاجموا أهل لفتة، أهل لفتة هاجمت قافلة لليهود وقتلوا جميع أفرادها وعددهم أربعة وجرحوا خمسة منهم، منهم هانس برينس، وكانت من بينهم غولدا مايرسون تبعت الوكالة اليهودية. وفي ثاني يوم نفس المحل قتلوا ثلاث وجرحوا ثلاث. انتم كنا جنود اليهود في باب الواد. حجي ابو خالد انت كان عمرك 5 سنين وقتها صح؟ شو كان شعورك وقتها؟ شو كنت خبرني. كنت يعني بسمع، كنت طبعا يعني احنا طفل صغير بتعرفي في نوع من الخوف كان عندنا، وكانوا الاهل يطمنونا انه تخفش وفيش مشكله وان شاء الله بتعدي ومن هالحكي بتعرفي كيف. واهل البلد لما هاجموا في 28 الشهر اليهود 28 كانون ثاني سنه 47 اليهود هاجموا القهوه تبعت صالح عيسى ضربوها قنبله تضررت. ثاني يوم اجوا ضربوا البلد قتلوا سته من اهل البلد وفي القهوه وجرحوا سبعه. في راعي غنم كان شايفهم بعيد عن القرية شايف الحادث قدامه، مسك البارود وضرب قتل أربعة من اليهود اللي هاجموا القهوة. وبعدين نسفوا مصنع الكازوز تبع طيب. الحد محمود. نعم انت وين كنت بهالوقت وامتى قررت العائلة انها تهرب؟ البلد في لفتة. ايه وين كنتم متواجدين؟ العائلة بعد ما في البلد في بيتنا فوق شارع يافا مباشرة في نفس البلد. بيتنا كان فوق الشارع. طيب امتى قررتوا البلد في لفتة تطلعوا من بيتكم؟ شو كان الأجواء المحيطة ولوين توجهتوا؟ بعد ما صارت ما ضربوا القهوة هاي مرتين، ضربوا القهوة واعتدوا على أهل البلد وفي رميمة وفي صارت المعارك هاي وهددوا أهل البلد بانهم يعني يبدوهم، كانوا محضرين بدهم يجيبوا براميل، قالوا لهم براميل وينزلوها على البلد تحت يفجروا البلد. فاهل البلد بعد ما صارت مذبحة دير ياسين طبعا قرروا، قال لك يعني اسبوع زمان وبنعود نرجع. طلعنا على وين؟ في سياره عندنا موديل 42 هي موجوده عندنا لليوم محافظين عليها. طلعنا انا طفل صغير مع رحمه امي يعني واخت الي ووالدي كان بسوق السياره، وبطلع 10 15 عيله فوق بعض. ما طلعنا على اساس بتكسا قريبه في نفس يعني فيش بيننا الا الواد، على اساس اسبوع زمان ونعود نرجع تهدى الاوضاع. ما هدتش الاوضاع. اضطرينا ننتقل لرام الله. سكننا في رام الله وبعدها توجهنا على أريحة. ومن أريحة ردينا رجعنا لرام الله هون. وما كان في مجال بخلال كل السنوات التي مضت العودة لبيتكم، بتعرفوا كيف وضع البيت هلا؟ ولا شيء، البيت يا أختي هدوه اليهود، هدموه اليهود، كانوا عشان فوق الطريق وكان من زمان الثوار يجوا من القسطل لأنه فوق الشارع قريب على القسطل، يعني بيجوا من الجبال على البيت، عرفتي؟ أنا كنت وأنا طفل صغير أشوف هيك لابسين زي الجيش وكذا وحطات وإشي، ما كنتش أعرف يعني أفرق شو هذول. طيب فيما بعد عرفت إنهم هذول الثوار اللي كانوا يجوا من القسطل. طيب حاج أبو خالد أوراقك الثبوتية هلا الموجودة عندك شو هي؟ عندنا كوشان في الأرض هي موجود عند دار أخوي موجودين الكوشان، وفي عندنا المفتاح كواشين الارض عندنا كلها كواشين موجوده عند اخوتي، كل هالكواشين موجوده، وهي مفتاح البيت لا زال عندي موجود،
هذا من أثر البيت تبعنا. هاي في عندي ساعة هاي قديمة عمرها حوالي 120 سنة من عزمان جد جديدة من أرقى أنواع الساعات، عاملة لليوم وشغالة ما شاء الله. بس يعني هذا بس اللي بقي من هذا ما تبقى من منزلكم ومن حياتكم؟ هذا ما تبقى من وراء أهل. طيب بدي أسأل سؤال، الذكريات. وضعك أنت تعتبر الآن معك جواز السلطة الفلسطينية، وقبل السلطة كيف كان وضعكم؟ هل عندكم هوية القدس أو شو؟ هل لازال في صلة بينك وبين القدس بأي طريقة؟ احنا ما كانش معنا هوية قدس، كان معنا الهوية في زماننا زمان الأردن، هوية أردنية. وبعدين لما أجت السلطة عنا هذا أخذنا الإسرائيليين، أخذنا هوية إسرائيلية طبعا، يعني بتعرفي شيء مكره أخاك لا بطله. وبعدين الآن عندنا الهوية والحمد لله من السلطة الفلسطينية، الهوية موجودة معنا، جواز سفر فلسطيني موجود معنا. بعدين القدس ما كانش اللي يعني إلا نصيب نقعد فيها، يعني بس بنروح على القدس يعني كل مناسبة، كل يوم جمعة الصلاة. طيب نروح وبنيجي عالي على القدس. بعد إعلان ترامب ماذا تقول عن القدس أبو خالد؟ نعم. معك دقيقة. والله يا أختي هابة القدس أنا بدي أقول في عندي قصيدة طويلة، بس بدي أختصر منها شوية. أقول لترامب ولغير ترامب، القدس رح ترجع غصبا عن ترامب وغيره. بدي أقول بس أكم بيت شعر: يا قدس سلبت منا غدرا والعين تراك، الأقصى والقيامة سيبقيان شاهدان على ثراك. يا قدس اصمدي فلن تخور قواك، نفديك بالروح وما لنا بعد الله سواك. يا قدس العين تبكي دوما لرؤياك، والروح فينا تحوم في سماك. يا قدس أجمل صورة محلى بهاك، خذي منا الشهداء وامنحينا رضاك. يا قدس كم من شهيد سقط على ثراك، فغدا سيعود صلاح الدين ليحرر حماك. يا قدس من ذا الذي بالسهم رماك، أتمنى أن أموت وأن أدفن في ثراك. صح لسانك أبو خالد، شكرا كثير لك، وشكرا أنك شاركت معنا تجربتك، كانت أكيد لا شك أنه مريرة ولكن قيمة جدا، وخاصة في هذه الأيام العصيبة اللي بتمر على الفلسطينيين وعلى العالم العربي. من رام الله اللاجئ محمد صفران المعروف بأبو خالد، وهو مهجر من قرية لفتة من مدينة القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك.